والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد حسن غدوان، دكتور محمد، تعيش من الداخل وتعيش الساحة الثقافية السعودية والروائية تحديدا تمر بفترة نشاط لم يسبق لها أن حدثت في ما قبل السنوات العشر الأخيرة ربما. هذا يسعدني ليس على مستوى الثقافة فقط، ولكن لأنه يدل على أنه بما أن هناك روايات كثيرة فإن هناك حراك فكري حقيقي في السعودية.